السيد رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، السيد الكولونيل ماجور قائد الحامية العسكرية، السيد رئيسة مجلس عمالة مراكش، السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، السيد الوكيل العام للملك، السيد رئيس المجلس العلمي، السيدات والسادة البرلمانيون، السادة الرؤساء وأعضاء الجماعات الترابية، السادة رؤساء الغرف المهنية، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السيدات والسادة رجال السلطة، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السيدات والسادة ممثلو جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم، يشرفني في البداية أن أرحب بكم في هذا الحفل الذي نقيمه اليوم في إطار الحركة الانتقالية التي نظمتها وزارة الداخلية مؤخراً، والتي شملت مجموعة من السادة رجال السلطة على صعيد مختلف الأقاليم وعملات المملكة الشريفة، والتي على أثرها تم تعيين السادة رجال السلطة الآتي أسماءهم بالنقود الترابي لهذه العمالة. السيد كريم أمنشار كاتبا عام رئيس قسم الشؤون الداخلية. السيد مصطفى الطائر كاتب عام ملحق بالسيد الوالي. السيد عادل بلواني كاتب عام مدير الحي الجامعي بمراكش. السيد احمد فاضل رئيس المنطقه الحضريه جامع الفنا. السيد احمد العلج رئيس المنطقه الحضريه قشيش. السيد نور الدين البعفوقي رئيس المنطقة الحضرية الحي الشتوي. السيد يوسف القطبي رئيس المنطقة الحضرية المحاميد. السيدة سلوى الحشادي قائد رئيس الملحقة الإدارية باب غمات. السيدة فاتن بومسهولي قائد رئيس الملحقة الإدارية جليز. السيد يوسف الفيلالي قائد رئيس الملحقة الإدارية الحي العسكري. السيد عادل الصاخي قائد رئيس الملحقة الإدارية أسك جور. السيد عبد الفتاح بوعدي قائد رئيس الملحقة الإدارية المحاميد. السيدة كريمة أيت طالب قائد رئيس الملحقة الإدارية النخيل الجنوبي. السيد لطفي أيوبي قائد رئيس الملحقة الإدارية إيزيكي. السيد محمد السريفي قائد رئيس الملحقة الإدارية أزلي. السيد أحمد فارس قائد رئيس الملحقة الإدارية معطلة. السيد سفيان السنيني قائد رئيس الملحقة الإدارية الأطلس. السيد عادل اللوفندي قائد رئيس الملحقة الإدارية إسيل. السيد طيب القطبي قائد رئيس الملحقة الإدارية سيد يوسف بن علي الشمالية. السيد يونس الزكدي قائد رئيس الملحقة الإدارية سيد يوسف بن علي الوسطى. السيد عبد العزيز الشادلي قائد رئيس الملحقة الإدارية الحي الحسني. السيد عبد النبي أوقيت قائد ملحق بالكتابة العامة لعملات مراكش. السيد عمر رداد رئيس دائرة البور. السيد محمد أبو القاسم رئيس دائرة الوداية. السيد دريس بوروس رئيس دائرة السعادة. السيد نور الدين حربيلي قائد قيادات الوداد.
السيد آدم عبدو ربي قائد قيادة واحد سيدي إبراهيم، السيد محمد العلوي قائد قيادة الودايا، السيد آدم السيد نعمان فيلاني شاكر قائد قيادة سيد زوين، السيد منصف الخلفي قائد قيادة أي تيمور، السيد زايد بوسراراف قائد قيادة أكافاي، السيد أناس المكاوي قائد قيادة ولاد حسون. كما تم تعيين السيد علي أحكاش الذي التحق بعملة مراكش سنة 2019 رئيسا للمنطقة الحضرية المنارة، بالإضافة إلى تعيين كل من السادة سليمان جنينو رئيس المنطقة الحضرية تمنصورت، والسيدة هجر عبد الله موسى قائد رئيس الملحقة الإدارية رياض السلام. أيها السيدات والسادة، إن الحركة الانتقالية التي اعتادت وزارة الداخلية تنظيمها في صفوف السادة رجال السلطة تدخل في إطار إعطاء دينامية جديدة لعمل الإداري وضخ دماء جديدة في التسيير، تأتي تبعا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده، والداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية. كما أود بهذه المناسبة أن أذكر بالتوجيهات الملكية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده، والمضمنة في خطبه بشأن الدور الذي أصبح يلعب به رجل السلطة وفق المفهوم الجديد للسلطة، والذي أبرز ملامحه حفظه الله خلال خطابه التاريخي يوم 12 أكتوبر 1999 حينما أعلن جلالته أن هذا المفهوم يظل ساري المفعول، فهو ليس إجراء ظرفي لمرحلة عابرة أو مقولة للاستدلال، إنما هو مذهب في الفعل مطبوع بالتفعيل المستمر والالتزام الدائم بروحه ومنطقه. انتهى كلام صاحب الجلالة. ومن هذا المنطلق فإن رجل السلطة مدعو إلى الاحتكام لسياسة القرب والانفتاح على كل الشرائح الاجتماعية تعزيزا للإحساس بالثقة في المؤسسات والإنصات إلى تظلمات المواطنين وانشغالاتهم، وبلورة نموذج تنموي وطني قادر على رفع التحديات والإكراهات التي تواجه البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع الانخراط بكل قوة في الأوراش المفتوحة ببلادنا على مختلف الواجهات وفي مقدمتها ورش التنمية البشرية والاجتماعية وفق المنظور الذي وضعه ملك البلاد الرامي إلى إعادة الاعتبار للقطاع الاجتماعي والنهوض بأوضاع الشرائح المعوزة والقضاء على كل أشكال الفقر والإقصاء والتهميش والقائم بالخصوص على ترسيخ مبادئ وأسس دولة الحق والقانون وضمان ورعاية الحريات الفردية والجماعية وتحقيق السلم الاجتماعي. آمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته. اللهم احفظ شر المكروبين وقتلتين عن المدينين. اللهم استرنا بالسيد الرحيم. اللهم كما سترت علينا ما نعلم فاغفر لنا ما تعلم. اللهم كما وسعنا علمك فليسعنا عفوك. اللهم كما اكرمتنا بمعرفتك بسم الله بمغفرتك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.